بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في المرأة الأعلى إلى يوم الدين. حياكم الله، طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتكم، وأن يجعلنا بعد هذا المجلس خيرا مما قبله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا فين في كتاب عيوب النفس يا شباب؟ أنها لا تألف الحق. ده العيب رقم كام؟ 8. ومن عيوبها أنها لا تألف الحق أبدا. ليه قال من عيوب النفس أنها لا تألف الحق؟ لأنه النفس بطبيعتها ما يلفت انتباهها، ما يحييها، ما تحبه هو الشهوات ومتع الحياة الدنيا. الشهوات ومتع الحياة الدنيا فيها حق وفيها باطل، فإذا انغمست فيما تألفه تعودت عليه وتكرر هذا الاعتياد، صارت مع الوقت تكره الحق أو أن الحق يكون ثقيلا عليها. هل معنى ذلك أن النفس مستحيل تنقاد إلى الحق؟ لا، النفس قد تنقاد إلى الحق بس مش أبدا. يعني إيه مش أبدا؟ يعني مش ضربة واحدة، مش مرة واحدة، ده معنى أبدا. يعني بعد مراحل من التربية أو أبدا، مش بمعنى إنه بمجرد ما تعرف الحق وتنقاد إليه لزمته. لا، ممكن تبقى عارف الحق وتنقاد الحق في بعض الأوقات ثم ترجع مرة أخرى إلى الباطل وإلى الشهوات. معنى ذلك إن انقياد النفس إلى الحق سيظل إيه؟ سيظل في حالة صراع ومجاهدة ورياضة، تحاول تلزم نفسك بالحق وهي تحاول أن تتفلت منك، تحاول تقول لها والله هنروح مجلس العلم، هنقعد نقرأ القرآن، سنطيع الله سبحانه وتعالى، هنطلب الرزق الحلال، هنتصدق على الفقراء والمساكين، هنقعد نذكر الله. هتعمل معك كده شوية، بعد كده المشكلة بتخلص منك وبتزين ليك التفلت كمان. فدي طبيعتها كده. ايه معنى انه ده طبيعتها؟ انك لا تطمع انك في يوم من الايام تبقى العبادات بالنسبة لك سهلة بسيطة، مش فيها مشقة ولا مجاهدة. لا، طول ما فيك نفس، طول ما أنت في هذه الدار فأنت في مجاهدة أبدا. أنت مكلف. يعني إيه مكلف؟ يعني بتفعل ما فيه كلفة ومشقة. المشقة دي على مين؟ عارفين؟ المشقة على النفس. طيب إيه ده؟ هيفضل كده لحد ما نموت؟
هنفضل كده لحد ما نموت. ليه؟ لأننا في ظرف انتظار. أنت دلوقتي في الوقت الحياة اللي احنا عايشينها دي هو الوقت الذي فيه نذاكر عشان نستعد للامتحان. مش هتشعر بالراحة إلا لما تظهر النتيجة في الآخرة وتدخل الجنة إن شاء الله. طب هنا لا تنتظر راحة، لا تنتظر أن تكون العبادات سهلة، لا تنتظر أنك تكون تلقائيا محب للحق، منقاد للحق، تناصر الحق. لا تنتظرش كده من نفسك، أنت في كل موقف اختبار جديد وفي كل يوم اختبار جديد، يعني كأنك لأول مرة بتعرف الحق في كل شوية، في كل موقف وفي كل دقيقة. ليه؟ علشان مع كل موقف جديد، مع كل اختبار جديد يبقى فيه ثواب جديد. فأنت في الأعمال تتعرض لاختبار بعد اختبار بعد اختبار، ومع كل اختبار فيه ترقي بعد ترقي بعد ترقي بعد ترقي. علشان كده الجنة درجات، درجات، درجات بحسب إيه؟ بحسب النجاح في بعض الاختبارات والسقوط في بعض الاختبارات. ومش كل سقوط في الاختبارات بيكون بالضرورة نتيجة عدم معرفة الحق، لا، قد يكون الرسوب في الاختبار نتيجة عدم القدرة على اتباع الحق أو عدم الرغبة في اتباع الحق مع معرفته. والدعاء اللي حضراتكم كلكم عارفينه، اللهم أرنا الحق حقا، دي حاجة، إنك تعرف الحق دي حاجة، ثم بعد ذلك اتباعه حاجة تانية خالص، وارزقنا اتباعه. معنى ذلك إنك ممكن تكون حصلت الأولى ولم تحصل الثانية، يعني عارف الصح من الغلط، دي حد ذاتها نعمة بالمناسبة، حتى وإن لم تتبع الحق كونك تبقى عارف إن الحرام حرام والحلال حلال وما يحبه الله وما يحبه الله وما يبغضه الرسول وما يبغضه الرسول، دي مرحلة جيدة بالمناسبة، دي مرحلة جيدة في طريق إنك تنقاد للحق. إن لم نطلب منك حاجة أنت مش مفتقدها، نيجي نكلمك نقول لك تقول لنا ده أنا زي الفل، وأنا في حد زيي؟ أنت واحد مريض مش عارف إنه مريض، فلازم الأول نعرفه إنه إنه مريض، في صح وفي غلط، في حق وفي باطل. بعد ما يعرف ثم يبدأ بعد ذلك نحثه على ماذا؟ على اتباع، على اتباع الحق. فمن عيوب النفس أنها لا تألف الحق، لا تألف الحق بدرجتين، درجة المعرفة ودرجة الاتباع. يعني هتبص تلاقي لما حد يكلمك في الحق عشان تعرف الحق، هذه المعرفة التي ستؤدي بك إلى اتباع الحق هتلاقيك قاعد بتتململ، كلام تقيل، كلام دمه مش خفيف، الكلام ممل، الكلام سمعناه قبل كده، وهكذا. فإيه النفس؟ مش عايزة تسمع ابتداء. انت عارف انت الشخص اللي هو يقول لك ايه، انا مش عايز اسمع خلاص اكتر، اهو كده، هو عارف ان اذا سمع هيتأخر فبيعمل كده. في سورة البقرة يجعلون ايه؟ أصابعهم في آذانهم. هم بالمناسبة ما كانواش بيحطوا صوابعهم كلها ولا حاجة. هو أنت لما تحط كده تعمل كده، تحط صباعك كله لحد الآخر وبيدخل لحد آخر فدانك تهمسوا بعض مثلا؟ لا، هو بيحط طرف صباعه. العلماء بيقول لك إن دوت إيه؟ مجاز، عبر بالجزء أو عبر بالكل وأراد رجل. فهو بيجعل طرف صواعه دانه بس لشدة كراهته لسماع الحق، كأنه حط صباعه كله فودان عشان ما فيش تنتفت هوا تعدي من سماع الحق. يجعلون أصابعهم في آذانهم،
وربنا سبحانه وتعالى لما عبر أيضا عن بعضهم قال قال ماذا؟ استغشوا ثيابهم دمين قوم سيدنا نوح وأصروا واستكبروا استكبار. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما كان بيقرأ القرآن كان بيتعمد يقرأ القرآن، ما هو برضو إذا كانت هذه هي وسيلة أهل الباطل إن هم يسكتوا أو مش عايزين يسمعوا الحق، فيبقى وسيلة أهل الحق هي ماذا؟ هي أن يسمعوا الناس الحق بوسائل مختلفة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليه الوحي وأمره بعد فترة أن يصدع، صعد على جبل الصفا ونادى على بطون أهل مكة بطنا بطنا وقبيلة قبيلة، يا بني فلان ابن فلان، يا بني فلان ابن فلان، يا بني فلان ابن فلان، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني رسول الله إليكم جميعا. ده بعد ما نزل قول الله عز وجل فاصدع بما تؤمر، فاصدع يعني انطق بالحق. ليه؟ لأن النفس لا تحب أن تسمع الحق، فإذا كانت النفس لا تحب أن تسمع الحق فهل تنقاد أنت لها؟ لا. طيب هل الدعاء إلى الحق يماشوا هذه النفس في عدم محبتها لسماع الحق؟ لا بالعكس، ده لازم يرغموها على سماع الحق. والإرغام هنا مش هنقول معناه الإكراه، لكن الإرغام هنا معناه إيجاد الفرص واستغلال المناسبات وإيجاد أفضل الأوقات والأساليب والأدوات الممكنة لإيصال الحق للناس. إذن ومن عيوبها أنها لا تألف الحق، قلنا بدرجتيه، هي درجة ماذا؟ درجة المعرفة. فالنفس لا تحب أن تسمع الحق، وهذه الدرجة هتلاقوها موجودة في مجتمعاتنا بدرجات متفاوتة. هتلاقي لما تيجي تنصح حد نصيحة يقول لك يا عم انت تعملنا شيخ ولا ايه؟ ليه؟ النفس تكره أن تسمع هذا، مع أن المؤمن شأنه مش كده. المؤمن يحب أن يذكر بالله، حد يجي كده ينصحه حتى وإن كان مش أهل النصيحة ولا أهل التذكير يسمع منه، إن المؤمن بحق ويبصش لفلان ده والله اللي ينصحني أحسن مني ولا أحسن منه، هو بينظر على أنه الله عز وجل هو الذي سخر هذا الإنسان في هذه اللحظة عشان يقول لي كلمتين دولتين، يمكن أنا فعلا في حاجة محتاج أعرفها. المؤمن يحب أن يسمع الحق في كل وقت. هتلاقي لأنه غالب الناس لا يحب أن يسمع الحق، هتلاقي في استهزاء بمن يقول الحق، وكانت هذه وسيلة من وسائل الشيطان في إضلال الناس، أن يسقطوا هيبة أهل الحق. فلما حضرتك تشوف حد بيتكلم قدامك في حاجة حق وانت في ذهنك صورة كونها في ذهنك أعداء الحق ان الناس دي شبه الأرجوزات مثلا، طيب انت كده ايه؟ هو صدك عن سماع الحق قبل ان تسمع. هو الراجل لسه ما تكلمش حاجة، يعني هو المفترض المفترض انك بتعرض الكلام على عقلك وبعدين توزنه وبعدين تشوفه وتفكر فيه شوية، ده المفترض. لكن هو اللي حصل ان هو يريد ان يمنعك اصلا من سماعه. فالمسألة تعدد ايه بقى؟ تعدد طور اني انا مش عايز اسمع الحق الى مرحلة ولن يسمع احد من الحق كل من موجود. هو انت محدش بيقف في مرحلة ويسكت، عشان كده قالوا انه انت اما داعي واما مدعو طول الوقت، انت اما داعي واما مدعو. فكل الناس دعاء
لكن بعضهم يدعو إلى الله وبعضهم يدعو إلى الشيطان. يبقى إذن ومن عيوبها أنها لا تألف الحق في مرحلة المعرفة، ثم إنها إذا عرفت ثقل عليها الحق. لماذا يثقل الحق على النفس؟ يثقل الحق على النفس إما كسلا، مش كده؟ يعني أنا عارف إنه أنا لابد الآن إني أقعد أقرأ الورد بتاعي من القرآن، طيب بس تخليها بعد شوية، الكسل. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله تعالى من الكسل، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل. وقد لا تحب النفس اتباع الحق لنظرها إلى كلفة الحق، يعني أنا هتصدق، طب بس رصيدي هيقل، طيب أنا هروح الدرس، طب بس الجو حر، طيب أنا هنصح حد نصيحة بس احتمال يحرجني، وهكذا. فإيه؟ فبنظر إلى كلفة اتباع الحق. فإذا لماذا لا تألف النفس اتباع الحق؟ إما كسلا وإما إلى كلفة اتباع الحق. كذلك لا تألف النفس اتباع الحق لغفلتها عن الله تعالى، بمعنى أنها لا تعلم قيمة الحق. يعني أنا عارف أن هذا حق لكن أنا غافل عن قيمته، يعني عارف أنه من الحق أني أصلي الفجر في موعده، من الحق إني أبتعد عن الحرام، من الحق إني أقرأ القرآن، من الحق إني أفعل كذا. طيب فنفسي تبتعد عن هذا لماذا؟ لأني ما أعرفش قيمة أو ثواب هذا العمل. لذلك كان من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه إنه يبشر. يعني يبشر؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مهما قال بالمناسبة، مهما قال فكلامه لا يعبر عن أي شيء ولا ربع في الألف من حقيقة الثواب المعد للمؤمنين في الآخرة، لكن الناس طبيعتها كده عايزة تشوف أي حاجة تطمنها. فيجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إنه من فعل كذا يحدث له كذا، بشر، أو النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشارين في الظلمات مثلا صلى الله عليه وسلم بالنور التام يوم القيامة. انت لو قلت فكر كده، ايه النور التام ده؟ طب اللي هو ازاي يعني؟ هو يوم القيامة ده مفيش شمس اساسا، ايه النور التام ده؟ حاجة انت عقلك لو حسبتها كأنه مالكش حاجة، مجرد بس انه قالك ايه انت كويس. فهو كان سيد النبي صلى الله عليه وسلم يبشر. ليه؟ لأن النفس تريد أن تتعلق بالبشرى. فإحنا حضراتكم ممكن لو متسلين على ده أي عبادة من العبادات، أو شفنا إن نفسنا متسلة عن أداء عبادة من العبادات، نعمل إيه؟ نقرأ في فضائل هذه العبادة. أنا والله مش عارف أهمية الذكر، فأفتح كتاب زي رياض الصالحين مثلا من كلام سيد المسيب النووي رحمه الله، واقرأ باب فضل الأذكار والدعوات. مش عارف مثلا فضل مجاهدة في النفس والابتعاد عن الحرام، أبدأ أجيب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم
يستحث على هذا. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، أو امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله كده. ثم نتبع هذا بالقراءة في قصص من التزم الحق، فنشوف كيف كان حال التابعين الصحابة رضا مع قراءة القرآن، مع الذكر، مع قيام الليل، مع كذا إلى آخره، بحيث نشوف الناس دول كيف تلقوا الأوامر الإلهية وكيف طبقوا. يبقى إذا ومن عيوبها أنها لا تألف الحق أبدا. قلنا عدم ألف الحق هذا يعني الحق لمستويين، هو مستوى ماذا؟ المعرفة ومستوى الاتباع. طيب مستوى المعرفة كيف نتخطى عقبته؟ إنك إذا استمعت إلى نصيحة من النصائح، سواء كان الصاحب ده أحسن منك أو أقل منك، إنك إذا لقيت مجلس حق يقال فيه الحق، ألزم نفسك باستماعه، ما تقفلش ودانك أبدا، اوعى تقفل ودانك عن الاستماع للحق. مستوى الاتباع قلنا يصرف عن الحق، عن اتباع الحق ماذا؟ إما الكسل أو النظر إلى كلفة الحق أو الغفلة عن ثواب أو ما أعده الله اتباع الحق. أنها لا تألف الحق أبدا، قلنا أبدا معناها إيه؟ قلنا أبدا إما أنها تحتاج إلى مجاهدة حتى تألف الحق، يعني لا تألف الحق مباشرة، يعني ما تظنش إنه بمجرد تسمع الحق أو الله ده كلام صح يلا، لا مش كده، النفس مش كده، أنت هتسمع الحق وتلاقي نفسك تقول لك طب بس استنى كده شوية، النفس كده. كتير من الناس تيجي تقول له والله الصح في المسألة دي كذا، قلما تجد واحد بمجرد ما يعرف أن هذا هو الحق يتبعه دون تفكير. ودي من ضمن الحاجات اللي فضلت سيدنا أبو بكر رضي الله عنه على سائر الأمة، ما كانش فيه لحظات للتفكير في حياته، إن كان قال فقد صدق منتهي، يعني أنا عنده منتهي. سيدنا النبي ما عرضش الإسلام على حد إلا وكان له فيه جزء من تفكير أو توقف، إلا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. فكده بقية الناس لا، أنت حتى لو كان الحق واضح وظاهر غروب الشمس هتلاقيه بيقول لك طب استنى كده، مع إن ده خلاف الحق في المسألة. يعني من المفترض لو الأمور ماشية بالعقل، واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا هو الحق، يلا نعمل بعض. لا، النفس وظيفتها مش كده، ده هي وظيفتها ان هي ايه؟ انها هي لا تحب الحق. فاذا ابدا معناها ايه؟ انها لا تلزم الحق بمجرد معرفته، وانما اللي بيحصل بيحتاج لالزامها بالحق الامر الى ايه؟ إلى مجاهدة ومحاولة، ومرة بعد مرة، ومرة تنجح ومرة تتراجع لحد ما تتعود على الحق. وقلنا كمان معنى أبدا، المعنى الثاني المعنى الثاني في أبدا أنها قد تألفه ثم لا تلزمه، يعني مش عرفت الحق هتلزق فيه وخلاص انتهى الأمر إلى الأبد. يعني أنا عرفت مثلا إنه الربا حرام أو إنه الخمر حرام، طيب الحمد لله المرة دي لما حد قال لي الربا حرام والخمر حرام ما عملتش كده، هل معنى كده إنه لإني ما عملتش كده قبل كده
احتمال ما أعش فيه بعد كده؟ لا، الاحتمال ما زال قائما. فالتزام بالحق في مرحلة ما من المراحل لا يعني بالضرورة أن نفسك خلاص خدت صمت بأن هي صارت من أتباع الحق. لذلك شأن المؤمن هو ماذا؟ بسر من أسرار بقاء المؤمنين في حالة الخوف الدائم. ليه؟ لأنهم أعرف الناس بأنفسهم، عشان كده قالوا من عرف نفسه عرف ربه. فهو دلوقتي عرف نفسه، عرف أن نفسه لا تألف الحق. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي بصلي وبصوم وبقرأ القرآن وأحسن واحد في الدنيا، بس نفسي لا تألف الحق. معنى كده إيه؟ أني ممكن بكرة ما أعملش حاجات دي كلها. فلذلك أنا في خوف دائم من من تقلب الحال. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ده كان من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه كده النفس كده. إذا المؤمن حاله دائما خائف أو بين الخوف والرجاء. لماذا؟ لأنه عرف نفسه. عرف في نفسه إيه بقى؟ ما الذي عرفه في نفسه جعله خائفا؟ أنها لا تألف الحق، مش كده؟ لقلنا إيه ثمانية؟ لا تألف الحق أبدا. قلنا الحق هنا معرفة و اتباع. أنها تحتاج إلى مجاهدة، يعني الحق غير ملازم. الملازم يعني الحق لا يلازمها، يعني لن تلزم الحق لمجرد معرفته. الدوام معنى ايه؟ لن تستمر على الحق بعد معرفتها لمجرد انها فعلته مره قبل ذلك. يبقى اذا ومن عيوبها انها لا تألف الحق ابدا، والطاعة خلاف سجيتها وطبعها. طيب يبقى طبعها ايه؟ ما الذي كلمة طبع ما معناها؟ ما طبع، طبع لما تطبع حاجة، لما تطبع كلام على هذا الورق اللي بيحصل صعب الشيء المطبوع كده. فالنفس طبع، يعني ده جزء من تكوينها. طبعت على ماذا؟ على كراهية الطاعة، تميل الراحة، تميل الكسل، تميل الحفاظ على نفسها. فإذا كان في كلفة للحق، في خسارة للدنيا، في حاجة ضد مصلحتها وشهرتها ومكانتها وكذا، يتبعها. والطاعة خلاف طبعها. طيب ده جاي منين بقى؟ يعني السؤال الآن لماذا هذا؟ يعني ليه النفس كده؟ أو ليه هي بتبقى كده؟ ويتولد أكثر ذلك، ويتولد أكثر ذلك من متابعة الهوى واتباع الشهوات. وهنا كأنه عايز يقول لك إيه؟ إن عدم إلف النفس الحق مش ثابت، يعني مش نسبة معينة موجودة فيك لا تتحرك، لا هي نسبة متغيرة. فهتلاقي مثلا
كراهية الناس لسماع الحق مختلفة، وإنت نفسك كراهيتك لسماع الحق مختلفة من وقت لآخر ومن زمان لآخر. فبيقول هنا إيه أخوانا، أو يقول سيدنا الشيخ إيه، ويتولد أكثر ذلك، ذلك هنا إشارة إلى ماذا؟ إلى عدم إلف الحق واتباعه، أو معرفة واتباعا. بيجي منين؟ ويتولد أكثر ذلك من متابعة الهوى واتباع الشهوات. قلنا إنه يريد بذلك إن النسبة والحالة التي تكون عليها عند سماعك للحق معرفة، أو عند تنفيذك للحق اتباعا، تختلف من شخص إلى آخر وعلى حسب حالة الشخص نفسه. طيب إمتى أكون أقرب للحق مع ما في طبيعة نفسي من كراهية الحق؟ يعني أنا نفسي تكره الحق لكن أنا قريب مش بعيد، يعني لو ضغطت علي أنضغط حاجة كده يعني. فإيه؟ فمتى؟ إذا كان اتباع الهوى والشهوات أقل. طيب متى أكون أبعد عن الحق؟ إذا كان اتباع الشهوات أكثر. يبقى العلاقة الآن بينهم، يبقى إيه؟ اتباع للشهوات أكثر، يبقى ماذا؟ ماذا يعني؟ إلف للحق معرفة واتباعا أقل. اتباع الشهوات واتباع الهوى أقل، يبقى إلف للحق معرفة واتباعا أكثر. العلاقة بيسموها هنا علاقة إيه؟ عكسية. هو يتولد أكثر ذلك من متابعة الهوى. يعني إيه متابعة الهوى؟ الهوى يعني ما تهواه الناس، ما تميل إليه. طيب هل كل ما تميل إليه النفس بالضرورة يكون حاجة سيئة؟ مش شرط، لكن هذا هو الغالب، هذا هو الغالب على النفس. إن غالب ما تميل إليه النفس يكون فيه هلكتها، هلكتها عند الله يعني. والأقل من الناس هو من يعلم هذا. فالهوى هو ماذا؟ ما تهواه النفس وما تميل إليه النفس. طيب وظيفتي أنا كمسلم إيه؟ ماذا أفعل؟ إني أحاول أن أجعل ما تميل إليه نفسي هو ما يريده مني الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه. طبعا يعني عندي ميل للنفس، لكن أنا ضبطت نفسي، ها؟ ضبطت الإشارة عندي، ضبطت الموجة عندي، بحيث نفسي لا تميل إلا حيث مال الشرع، ولا ترتاح إلا لما يرضي الله سبحانه وتعالى. طيب هل معنى ذلك إن نفسي هتخرج من حالة النفس الشهوانية التي تحاربني إلى حالة العصمة عن ارتكاب الخطأ؟ لا، مش هيحصل. هتظل نفس بتحاربك وبتميل للشهوات، لكن هتكون ضعيفة للغاية. زي بالضبط كده ما يكون عندك عدو، زي ما يكون عندك عدو، والعدو ده وإن تمكنت منه بحيث نزعت منه كل الأسلحة اللي معاه، رحت حبسه في أوضة ومجوعه 3 أيام، وبعدين قلت له تعالى صارعني، هو ما زال عدوا، لكن إيه اللي حاصل؟ من غير أسلحة وضعيف. فهو النفس
قد يؤطرها المسلم، قد يربيها المسلم عن طريق المجاهدة والرياضة والذكر وقراءة القرآن والاستماع لنصائح المربين، قد يربيها ويطرها على أن تهوى ما يهواه الشرع وأن تحب ما يحبه الله. مش معنى كأنها صارت معصومة، لكن معنى ذلك أنها صارت قوية بالله سبحانه وتعالى، أو الجزء الشهواني فيها صار ضعيفا. يبقى إذن ويتولد أكثر ذلك من متابعة الهوى واتباع الشهوات. ليه هنا قال متابعة الهوى واتباع الشهوات؟ اتباع الهوى أمر يتعلق بالفكر. أمر يتعلق بماذا؟ بالفكر. اتباع الشهوات أمر يتعلق بالجوارح، والاثنين زي ما حضراتكم عارفين منفذين على بعض. يعني إذا كان القلب عمران يبقى الجوارح شغالة كويس في طاعة الله، إذا كان القلب خربان يبقى هيظهر أيضا على الجوارح. يبقى كل مصيبة في الجوارح تنشأ منين؟ تنشأ من القلب. متى تنشأ من القلب؟ عندما لا يؤطر هذا القلب ليكون هواه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أنت حضرتك كنت بتسمع كلام الرسول وكأنك ما سمعتوش، ده موقف إيه؟ عقلي. هيظهر على الجوارح شئت أو أبيت، يعني شئت أو أبيت تبص تلاقيك بتنفذ في حياتك هذا الموقف الإيه؟ هذا الموقف العقلي. فصار إلهك هو هواك، صار رسولك هو هواك. يبقى إذا ويتولد أكثر ذلك من متابعة الهوى، ما تهواه النفس، ما تميل إليه النفس، باعتبار طبعا من قوسين أن المراد بالنفس هنا ماذا، أو الهوى هنا ماذا؟ غالبه، غالبه لا يؤدي إلى خير، وإلا فقد يكون هوى النفس هو ما يهواه الشرع وهذا هو الأقل. والعلماء عندهم قاعدة إن النادر لا حكم له، وإن الحكم دائما يكون على ماذا؟ على الغالب. لذلك كلمة الهوى إذا أطلقت يبقى المراد بها إيه؟ المعنى السيء، وإلا فهناك هوى يحبه الله سبحانه وتعالى. ذلك النبي يقول لا يؤمن حتى يكون هواه ما هواه تبعا لما جئت به. إذن ويتولد أكثر ذلك من متابعة الهوى واتباع الشهوات، يعني متابعة الهوى الذي يؤدي بالضرورة إلى متابعة الشهوات. يعني زي ما عبدت عقلك وانت بتسمع الحق قلت لا ده الكلام ده مش مظبوط، او الكلام ده والله مش احتمال يكون مش صح، او مش عارف والله كذا، فانت عملت ايه كده؟ جعلت عقلك يتصرف في الحق، فعقلك خليته كده حكم على الحق. لما يكون حكم يبقى المرجعية لمين؟ للحق ولا لعقلك انت، لهواك انت؟ فأنت جعلت عقلك فوق الحق، وبالتالي هتأخذ من الحق ده يتوافق مع نفسك أنت. فأنت الآن لست متبع الحق حتى وإن تبعته ظاهرا، وإنما أنت متبع لماذا؟ متبع لهواك. يبقى ويتولد أكثر ذلك من متابعة الهوى واتباع الشهوات. وخذ ذلك هنا بيقول لك اتباع ومتابعة، اتباع ومتابعة. معنى ذلك ان انت في كل الاحوال شئت او ابيت انت متبع. ليه؟ لان حضرتك مش اله، انت لست قائما بنفسك. امال مين اللي قائم بنفسه؟ الله سبحانه وتعالى. امال انا ايه؟ انا فقير.
أنا مش قائم بنفسي، أنا محتاج حد استند عليه. فإذا ما استندتش إلى الله الحق سبحانه وتعالى هستند على الشياطين، كده كده لازم استند على حد. انت فعشان كده اخواننا اللي بيقعدوا يقولوا ايه، انه المشايخ بيدعو الناس الى العقل الاتباعي، العقل الذي لا يفكر والذي لا مش عارف ينقد وكده، يعني هذه هو حضرته بينهانا او يعني بيتحدث عن ان احنا يعني ازاي نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم من غير ما نفكر ونعمل عقلنا، وهو في الحقيقه هتلاقيه سايب اتباع الرسول وراح يقلد سارتر ولا اي حد من اخواننا الفلاسفه دي. فهو بينهاك عن اتباع ويدعوك الى ماذا؟ الى نوع اخر من الاتباع، ينهاك عن التقليد وهو واقع لحد دانه في تقليد لكن الفلاسفه والمفكرين وكل من أله عقله. فانت حضرتك متبع حتى غالب الملحدين اللي موجودين دلوقتي كلهم متبعين مقلدين. يقول لك اي بليف ان ساينس، وهو ما اختبرش ولا نظريه علميه. قول له كده، هل حضرتك النظريات اللي انت بتقلدها دي اللي قالها فلان، هل انت بنفسك تاكدت من صحتها؟ ابدا. هو كل عملية إن واثق إن فلان من العلماء هؤلاء شخص كفء في المجال بتاعه، وإنه بيقول الكلام المهم اللي محدش بيعرف يقوله إلا هو. فإيه؟ فهو متبع لأنه ما اختبرش كل الكلام اللي بيقول ولا كل الدعاوى العريضة اللي هو صدعنا بها. فإنت الآن في كل الأحوال متبع. طيب إذا كنت في كل الأحوال متبع لطبيعتك البشرية الضعيفة القاصرة الفقيرة غير القائمة بنفسها، فتعمل إيه بقى حضرتك؟ إذا اتبعت ما تعلقش في الشيء. اللي بيحصل إنه الناس الآن كده كده هيتبعوا، فبيعملوا إيه؟ بيتعلقوا بأشياء، ففي الآخر إيه اللي هيحصل؟ هيغرقوا بقى. لذلك نحن لا نتعلق إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نتعلق إلا بالله عز وجل الغني القائم بنفسه عز وجل. إذا ويتولد أكثر ذلك من متابعة الهوى. فإنت اللي بيقودك هواك الآن، كثير من الناس يظن حر، لك أنا حر بعمل اللي أنا عايزه. إنت لو بتعمل اللي أنت عايزه وحر فعلا ما تتحكمش فيك نفسك، انت مش حر، انت عبد لشيطان جواك مش قادر انت تسيطر عليه، بدليل انك بتضعف امام شهواتك، فانت مش حر لها، بعكس ما يظن الجماعه اللي بيتكلموا عن الحريه وكذا. ويتولد اكثر ذلك من متابعه الهوى واتباع الشهوات. لذلك بنقول إنه الإسلام هو الحرية الحقيقية. إن إذا قلت لا إله إلا الله يبقى أنت الآن تحررت من عبودية كل شيء إلا الإله الحق سبحانه وتعالى. طيب إذا ما قلتش لا إله إلا الله هتعبد كل حاجة ما عدا الله سبحانه وتعالى، كل حاجة هتعبدها حقيقة، هتعبد شهواتك، هتعبد مصالحك، هتعبد فلوسك، هتعبد أسرتك، هتعبد أولادك، هتعبد مديرك في الشغل، هتعبد مستقبلك، كل حاجة كل حاجة كل حاجة. ليه؟ كل حاجة بتخاف منها وكل حاجة بترجوها، كل حاجة مالية قلبك وكل حاجة انت عايزها. هي العبادة غير كده، الألوهية غير كده. فانت لما بتقول لا إله إلا الله بتفضي قلبك من كل الدنيا دي وبتركز مع واحد بس في ايده كل الحاجات اللي انت عايزها، هو الله عز وجل. فالاسلام هو الحريه الحقيقيه التي يبحث عنها العالم، والكثير من الناس للاسف تائهون عنها. يبقى ويتولد اكثر ذلك من متابعه الهوى واتباع الشهوات. طيب
ومداواتها، مداواة النفس في هذه النقطة اللي هي نقطة إيه يا أخوانا؟ عدم إلف الحق معرفة واتباعا. ومداواتها الخروج منها بالكلية إلى ربها. يعني إيه الكلام ده؟ الخروج منها. طب الآن إذا واحد خرج من نفسه إيه اللي هيحصل؟ خلاص مات. وإحنا عايزين كده، لكن مش عايزين الموت الحسي، عايزين الموت المعنوي. مش إحنا كنا لسه إيه المرة اللي فاتت إيه؟ ومن عيوبها أنك حتى تميتها، مش قلنا كده؟ فإحنا عايزين نموت نفسنا يا جماعة، بس مش هنروح كلنا نشتري سكينة ونعمل زي يا جماعة، لا مش هنعمل كده خالص، ولكن هنعمل إيه؟ هنموتها. النفس دي حاجة معنوية، فإماتتها يكون أيضا بأمر معنوي، لأن حضرتك ممكن تذبح نفسك بالسكينة لكن نفسك ما زالت عالقة في الشهوات. لأنه النفس مش هي إيدك ولا رجلك ولا مش حاجة أنت ماسكها عشان السكينة تأثر فيها. فإماتتها يكون بشيء من جنسها. طيب إذا كان الجسد يمتب مثلا بأنك تذبح أو تعلق أو تغز بالسكينة أو تمنعه عن الأكل والشرب، ده الجسد. طيب النفس كيف تموت؟ بأنك تمنعها عما يغذيها. فإيه اللي بيكبر النفس ويغذيها؟ الشهوات. الشهوات فتعمل إيه حضرتك؟ تمنعها عن غذائها، فهتموت لوحدها، موتها صبرا. كان في نوع من الموت زمان بيقول لك فلان مات صبرا. يعني ايه مات صبرا؟ يعني دخلوا اوضه حبسوه فيها لحد ما مات بالجوع، فبيموت في كل لحظه. فهو إماتة النفس كده مش هتيجي مره واحده، لكن محتاجه الى صبر. يبقى اذا الخروج منها بالكليه، لما يقول لك هنا بقى الشيخ كمان الخروج منها، طب انا هروح فين بقى؟ انا كده مص؟ لا انت غيرها. ما انت لازم تبقى عارف ان انت غيرها. دي من اول الحاجات او من اوائل ما سمعناها من المشايخ، انك نفسك غيرك، عامل نفسك كانها غيرك. فانت لو نفسك ماتت ما تقلقش، انت مش هتموت، بالعكس انت هتحيا، هتجد الحياه الحقيقيه. امال انا دلوقتي عامل ايه؟ انا دلوقتي بمثل اني حي، بمثل اني حي. زي واحد كان جعان قوي 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 قوي، وبعدين فجاه في واحد طيب ابن حلال شافه جعان راح يجيب له حق الدرسين، فرح بيهم انه جعان. الأطيب منه بقى يقول له يا ابني لا ما تاكلش ده، تعالى. راح مدخله بيت جميل عليه مائدة فيها ما لذ وطاب، وقبل ما ياكل راح عرفه مكان الحمام عشان يغسل ايده ويستحمى وياخد دش عشان ياكل بمزاج. بيفتح الحاجات اللي موجودة، لقى ديك رومي ولقى حمام ولقى فراخ. طبعا حضراتكم جعتوا دلوقتي كلهم. فهو كده صاحبنا اللي كان بياكل البرسيم من شويه واللي كان عايز ياكل برسيم من شويه مفكر انه ايه؟ الحمد لله ده انقذني من الموت. ولو كان البرسيم خلاص هيموت مفيش مشكله، هيعمل ايه؟ هيموت الراجل، فلازم ياكل اي حاجه. لكن هل هذه هي الحياه؟ لا، الحياه هي الحياه الحقيقيه. فهو الخروج منها بالكلية. طيب هخرجها أو هعملها على إني غيري، ثم أين أذهب بها؟ إلى ربها سبحانه وتعالى. فكأني كده نفسي دي حاجة جوايا طلعتها من جيبي مثلا
وبعدين وديتها لحد يغسلها، انك كده خلعت التكييف ده وديته للصيانة، فانت نفسك هتخرج منها هتعملها ان هي حاجة غيرك. لما بتخرجها كده ايوه فيها عيوب، 1 2 3 4 5. طيب العيوب دي يا ربي عايزين نعمل لها صيانة، عايزين نعالجها، نعمل ايه؟ نبدأ نعالجها عيب 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 عيب، هتبقى نفسك فيك مش هتروح في حتة، لكن هتبقى في يد ربها سبحانه وتعالى. فيصدق فيك قول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا. بعد ما تعمل عملية الصيانة دي تصبح النفس إيه؟ خلاص تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنك ذهبت بها إلى ربها سبحانه وتعالى. لما تذهب بها إلى ربها سبحانه وتعالى تعالي وتعرف الحق من الباطل، وتحب الحق وتكره الباطل، وتحب اتباع الحق وتكره اتباع الباطل. ومداواتها الخروج منها بالكلية إلى ربها. ليه إلى ربها؟ لأنه لم يعالجها إلا ربها سبحانه وتعالى، مش عارفها لربها. معنى كده إيه؟ إن إحنا في إصلاح النفس بنحتاج إلى معونة إلهية. يعني حضرتك ما تفكرش إنك لحضورك شرح كتاب عيوب النفس عرفت العيب وكيفية علاج كل عيب، إنك كده الحمد لله خلاص أصلحتها. لا، المعرفة حاجة والتنفيذ حاجة، وفي التنفيذ مش هتنفذ بنفسك، لكنك تحتاج إلى مدد ومعونة إلهية. فأنت في كل الأحوال في إيد ربك سبحانه وتعالى، فتحتاج إلى أن تقول له يا رب أعني على نفسي، مش هتعمل حاجة من غير ربك. لذلك أنت تحتاج إلى أنك نفسك لي تذهب بها إلى الله سبحانه وتعالى، تقول له يا رب أعني عليها. الخروج منها بالكلية إلى ربها، كما سمعت محمد بن عبد الله الرازي يقول سمعت أبا القاسم البصري ببغداد يقول سئل ابن زادان عن العبد إذا خرج إلى الله على أي أصل يخرج. إذا خرج العبد إلى الله على أي أصل يخرج، يعني هيخرج على أي أساس؟ يعني هخرج شوية وارجع تاني؟ يعني أنا قررت أني أصلح نفسي مثلا، قررت أني أغير من نفسي، طيب وأنا باخد القرار ده أنا واقف على أي أرض؟ على أرضية أني بجرب؟ ما في ناس كده لك إحنا عايزين طريق الله سبحانه وتعالى، عايزين شيخ ربين، عايزين حد مش عارف كذا، وهو في أعماق أعماق أعماقه إنه بيجرب. يعني شوف الناس دول كده عندهم إيه، فده لم يفلح. أو على أرضية إني والله حصل لي ملل من الشهوات فبجرب حاجة جديدة، لها قصر قدام ظهر فنقص على عقبيه. فلذلك تصحيح البدايات مهم، تصحيح البدايات مهم جدا. لذلك قالوا من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. فأنت في البداية هتتعب شوية في تصحيح نيتك، في تقصير نفسك على الحق، في التركيز قوي مع نفسك، عشان كل ده لما الانحراف على الخط عن الخط المستقيم بيظهر منه حته صغيره قد كده، هبص ده بعدين قدام بعد 5 6 7 10 سنين بقى ده اتجاه وده اتجاه تاني خالص. فانت لازم من تصحيح البدايات، من كانت بدايته مشرقه من كانت بدايته محرقه كانت نهايته مشرقه. يبقى اذا لما الواحد يقرر انه يسير في طريق الله سبحانه وتعالى، وفي طريق إصلاح نفسه، وفي طريق تطبيق الدنيا، وفي طريق طلب الآخرة، وفي طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي طريق وضع الدنيا في حجمها الطبيعي، إنها دار
إخبار مؤقتة. لما أقرر بقى أعمل كل ده، أنا واقف على أرضية ماذا؟ على أرضية ألا أعود أبدا. يعني كأن الواحد كده طلقها ثلاثا. كان كده، كان الصالحين يقولوا كده: يا دنيا طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها. يعني هو خد قرار والأمر بالنسبة له محسوم ومنتهي. يبقى إذا خرج إلى الله على أي أصل يخرج؟ قال: على ألا يعود إلى ما منه خرج. طيب أنا خرجت من إيه؟ خرجت من الشهوات، خرجت من اتباع الهوى، خرجت من محبة الدنيا، خرجت من الانشغال عن الله، خرجت عن المعاصي، وعايز بقى تغيير، عايز ربنا يعرفني، فأنا خارج وإيه؟ ومش عايز أرجع تاني اللي كنت فيه. يبقى على ألا يعود إلى ما منه خرج. قال: على ألا يعود إلى ما منه خرج ويحفظ نفسه عن ملاحظة ما تبرأ منه. يعني وعلى أن يحفظ نفسه، ده معنى الكلام. هيحفظ نفسه عن إيه؟ عن ملاحظة ما تبرأ منه. يعني أنا ممكن ألزم نفسي بالطاعات وعدم اتباع الهوى وعدم اتباع الشهوات اللي كنت فيها قبل كده، وخلاص خدت قرار إني لن أعود إلى ما منه خرجت. تعيني فيه، يعني أنا واخد قرار مش هعمل معاصي دي تاني، بس يعني لو كنت أخذت التوبة شهرين بس. لازم تحفظ قلبك عن هذا المعنى كمان. ليه؟ لأن هذا المعنى إذا لم تحفظ قلبك عنه سينقلب، سيكبر في قلبك لتعود إلى ما منه خرجت. فده كأنه خاطر. أنت الآن قررت أنك تترك ما كنت عليه ثم نزلت الحق، هتجيلك خواطر. جيلك خواطر، فبيقول لك احفظ قلبك عن هذه الخواطر كمان. ويحفظ نفسه عن ملاحظتي. ملاحظة هنا يعني ايه؟ يعني تذكر، يعني تمني العودة إلى ما فات، أو النظر إلى فوائد ما تركه. يعني واحد كان بيتعامل بالربا مثلا، فما يعرفش يفكر: ده أنا كنت كان زماني دلوقتي لو كنت استمريت أغنى من فلان، وكنت هتوب بعدها برضه عادي، مش مشكلة. فإذا هذه الأفكار الردية ينبغي أن نتركها. يبقى ويحفظ نفسه عن ملاحظة ما تبرأ منه إلى الله تعالى. فقلت له: مين اللي بيقول لمين؟ سائل يسأل محمد ابن زادان. يا ريت النهارده نقرأ في ترجمة محمد ابن زادان، غالبا هتلاقوه في سير أعلام النبلاء. فقلت له: هذا حكم من خرج عن وجود، فكيف حكم من خرج عن عدم؟ فقال: وجود الحلاوة في المستأنف عوضا عن المرارة فيما سلف. يعني ايه الكلام ده؟ هذا الكلام يصح في حالة ولا يصح في حالة. يعني ليه المسائل يقول له ان الكلام اللي انت بتقوله ده لا ينطبق على كل الحالات؟ لان في حد هيخرج عن حالة سيترتب على الخروج عن هذه الحالة ترك شيء ما لله،
هو خرج عن وجود. وجود ماذا؟ وجود ما يتركه. زي واحد مثلا كان في منصب رفيع ثم وجد انه بينشغل عن بكثرة الاعمال عن الله سبحانه وتعالى، فايه اللي حصل؟ فترك هذا لله وخد وظيفة اقل يكون فيها اكثر تفرغا لله سبحانه وتعالى، او اذا كان عنده ما يكفيه خلاص سيتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى وهكذا. فهذا حكم من خرج عن وجود. أم واحد مش شرط يكون خرج عن حاجة هيتركها، ولكن شخص كانت عنده شهوات فتركها، كانت عنده محرمات يرتكبها فتركها، فكيف حكم من خرج عن عدم؟ عدم ماذا؟ عدم وجود شيء سيتركه، أو عدم وجود شهوات، يعني هو طائع لله، هو طائع لله لكن ليس بكليته لله. وده غالب أحوال المسلمين، يعني فيهم طاعة، فيهم خير، فيهم صلاة، فيهم كذا، لكن مش بكليتهم لله، كأن ربنا كده في زاوية حال. فكيف من خرج عن عدم؟ يعني هو السؤال الآن عن من؟ عن من خرج عن عدم، يعني لم يترك شيئا، لم يكن هناك شيء ليتركه، إما شهوة وإما أمر دنيوي كان متلبس به أو كان ناري على قلبه، يعمل إيه يعني؟ من هذا حاله؟ السؤال في الأساس كان عن إيه أولا؟ كان على الأصل الذي سيخرج به، فكان الجواب ألا يعود إلى ما منه خرج. طب أنا ما خرجتش من حاجة أصلا، فهو ده السؤال، أنا ما خرجتش من حاجة وبالتالي لم ألاحظ شيئا، لا تركت دنيا أو لا لم أترك شهوة برضه، الحالة كده يعمل إيه؟ قال وجود الحلاوة في المستأنف عوضا عن المرارة فيما سلف. يعني هذا الشخص الذي خرج عن عدم سيجد بعد التزامه الحق أو اتباعه الحق حلاوة ستعوضه هذه الحلاوة عما ظن قبل ذلك، إنه عما ظن قبل ذلك إنه ترك شهوة أو ترك دنيا يترتب عليها بعد ذلك. وجود الحلاوة، خلينا نقرأ العبارة تاني ركز فيها مرة، وجود الحلاوة في المستأنف، يعني بعد أن يأخذ طريقه إلى الله سبحانه وتعالى يجد حلاوة تعوضه عن مرارة ما سلف، عوضا عن المرارة فيما سلف. طيب إيه هي المرارة فيما سلف إذا كان لم يخرج عن وجود؟ يعني هو لم يخرج عن وجود وإنما خرج عن عدم، قلنا العدم هنا معناها عدم وجود شيء يلاحظه تركه فقلبه متعلق به، أو عدم وجود شهوة عوضا عن المرارة في مثلا. مرارة إيه؟ مرارة ماذا؟ يمكن مرارة الفقد، يمكن مرارة الظن بأنه
ربما لو سلك هذا الطريق طريق الله سبحانه وتعالى لن يجد فيه حلاوة. ربما يبقى وجود الحلاوة في المستأنف عوضا عن المرارة فيما سلف. طيب أنا الحتة الأخيرة دي خلوني بس يعني كده شوية خليها كده بس شوية يصبروا عليها شوية وهي إن شاء الله ربنا هيفتح بإذن الله. يبقى إذن الأصل اللي هنتحدث فيه هو عيب النفس كذا ودواؤها كذا، ثم بعد ذلك ذكر مقولة بتدعم الدواء اللي ذكره. فبيقول عيوبها أنها لا تألف الحق أبدا، ثم بعد ذلك قال ودواؤها الخروج منها بالكلية إلى ربها. سيبوا المقولة دي نرجع لها إن شاء الله مرة أخرى في المرة القادمة لعل الله يفتح. ثم قال من عيوبها أنها تألف الخواطر الردية. حد هنا نلاحظ مناسبة بين هذا العيب والعيب الذي قبله؟ تفضلي. العلاقة بين ده واللي فات. أحسنت. إيه كمان؟ أحسنت. إيه كمان؟ كل دي معاني صحيحة. تمام. يعني كأنه سائل إذا كانت النفس لا تألف الحق تألف إيه بقى إن شاء الله؟ الخواطر الردية. تمام كده؟ يبقى من عيوبها أنها تألف الخواطر الردية. هو قدرت هنا ما ألفش الأفعال الردية، لأن الأفعال مش شغل النفس، شغلها إيه؟ الخواطر. هذه الخواطر تستحكم، فبعد ذلك لا تجد الجوارح مقرا إلا الفعل، يعني كأنك مسوق إلى الفعل سوقا. هو شغل النفس إيه؟ أن تملأ ذهنك بالأفكار الردية، الأفكار اللي فيها معاصي اللي فيها شهوات إلى آخره. يبقى من عيوبها أنها تألف الخواطر الردية، وتألف هنا معناها أنها تحبها، يعني في إلف، يعني مش غريب عليها أن تفكر في الأفكار السيئة. لذلك حتى مع صريح الإيمان، حتى مع صريح الإيمان هتلاقي الشخص بيفكر في أفكار كفرية. بعض الناس يقول لك كده أنا مسلم وبيجي أفكار فيها كفر بالله والعياذ بالله، أو أفكار فيها معاصي، أو أفكار أنا كده مش مؤمن. نقول لا، هذا صريح الإيمان، إن هي النفس طبيعتها كده. من عيوبها أنها تألف الخواطر الردية فتستحكم عليها بالمخالفات. يبقى النفس ستأتي بماذا؟ بالخواطر. هذه الخواطر تتحول بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى أفعال. طيب لما هتفعل وانت بتفعل المخالفات تبتعملها من غير عقل ولا بتفكير أيضا وتخطيط؟ بتفكير وتخطيط. فيتستحكم الخواطر الردية بالتنفيذ، زي بالضبط كده واحد علمناه مثلا صيانة الكمبيوتر نظريا، أو علمناه الوضوء نظريا، ثم بعد ذلك لما بيجي ينفذ إيه اللي بيحصل؟ بيؤكد المعاني التي في عقله
بأفعاله فتثبت. لذلك قالوا إن غاية البيان القول مع الفعل، يعني لما يكون عايز تبين لحد حاجة أفضل وسيلة هي إيه؟ إنك تتبع القول بالفعل. فعايز تعلم واحد الوضوء، هتقول الوضوء بيتعمل كذا كذا وكذا، وبعدين تتوضى قدامه وتخليه ينفذ قدامه، هو فكرة التدريب. فالتدريب ماذا يفعل؟ يثبت المعلومة النظرية في الذهن. طيب حضرتك هتيجي في نفسك الخواطر الرضية، هذه الخواطر الرضية إذا دفعتها من أول ما جت خلاص اندفعت، ما خليش منك مساحة. طب إذا ما دفعتهاش إيه اللي هيحصل؟ تكبر حتى تطلب التنفيذ، يعني كأن طاقة كده معينة محطوطة في حاجة مغلقة، إذا لم تنفذ تنفجر فيك. فإيه اللي بيحصل؟ لازم الجوارح لا تجد بدا من تنفيذ هذه الخواطر الرضية. تبص لنفسك بنفسك رايح للشهوات، رايح للحرام. ليه؟ لأنك لم تدفع الفكرة من البداية. لما تيجي بقى حضرتك تنفذ الحرام الذي نشأ من خاطر فكرة رضية، وانت تركت هذه الفكرة لحد ما تحكمت فيك، اللي هيحصل هو انك عندما تنفذ تستحكم هذه الخواطر بالتنفيذ، فتلاقي نفسك أدمنت الفعل مرة بعد مرة، لأن يعني كل ما بتعمل كل ما بيستحكم، كل ما بتعمل كل ما بيستحكم. زي بالضبط كده واحد صار خبير في حاجة، واحد عم يعمل صيانة الكمبيوتر كويس، ده بقاله صلح كام كمبيوتر في حياته؟ 10,000 كمبيوتر، فده أحسن واحد صلح كمبيوتر. ليه؟ لأن المعرفة النظرية أتبعها لمعرفة عملية متكررة وكثيرة، فاستحكمت فيها هذه الناحية الفنية. أنت نفس الكلام، لما هتجي لك الخواطر الرضية إذا لم تدفعها اندفعت مباشرة من الفعل، ثم بعد ذلك يصير هذا الفعل بالنسبة لك سهل معتاد، تتفنن في فعله، وكلما فعلته كلما تحكم فيك وصار الانخلاع عنه أصعب. فلذلك بيقول فتستحكم عليها بالمخالفات. تستحكم إيه؟ تستحكم الخواطر الرضية عليها اللي هي إيه؟ النفس، بالمخالفات. ومداواتها رد تلك الخواطر في الابتداء، رد تلك الخواطر في الابتداء، يعني مجرد ما يجينا خاطر بمعصية أو شهوة أو ترك طاعة، مباشرة ترد هذا الخاطر ولا تسترسل معه. الاسترسال مع الخاطر معناها أنك توجد الحيل والمخارج للتنفيذ، معناها أنك تديه من نفسك مساحة بتسمح له يتغلغل فيه، كأنك بالضبط كده واحد حرامي حضرتك قبل ما تنام عشان تساعده يسرقك، الحمد لله رحت سايب باب مهاب. فإيه اللي هيحصل؟ موضوع الأساء. فإنت لما تسمح للأفكار الردية أن تتغلغل في نفسك، كأنك ماذا فعل؟ كأنك حتى وإن لم تنفذ الآن، اللي بيحصل إيه؟ إنك سبت الباب موارب. طالما سبت الباب موارب يبقى التنفيذ مسألة وقت. واضح كده؟ يبقى مداواتها رد تلك الخواطر في الابتداء لئلا يستحكم عليه ذلك. طيب كيف نرد هذه الخواطر؟ الخواطر من أين تأتي أصلا؟ يعني السؤال إيه اللي بيجي لنا خواطر؟ الغفلة. الغفلة. فكيف نرد الخواطر الرضية؟ بالذكر. يبقى أنت عبد ذاكر يعني غير غافل، يعني كأنك قافل الباب بالضبة والمفتاح. غافل يعني قافل الباب بس مش قوي. غافل وغفلك الخواطر الرضية رحت فاتح الباب سنة، فدخول الحرام يبقى سهل.
لكن انت ذاكر يعني ايه؟ يعني قفلت الضاء الباب كويس قوي اكثر من المفتاح. فاذا وذلك بالذكر الدائم وملازمة الخوف بالعلم أن الله يعلم ما بسرك. طيب خلينا أول نكتب الكلام دوت. ومن عيوبها لما تألف الخواطر الرديئة، ما الذي يحدث لما تستحكم خواطر يحصل يقع في المخالفة، لما يقع في المخالفة يحصل مزيد من الاستحكام، تبقى دائرة كده، تبقى أنت حضرتك في دائرة. لما تبقى في هذه الدائرة غير منتهية، خواطر رغية تستحكم بالمخالفات، تعمل مخالفات تستحكم أكثر، فتحتاج إلى مخالفات أكثر فتستحكم أكثر، تبقى في دائرة في دائرة في دائرة هنا. فأصدق في هذا الشخص قال الله سبحانه وتعالى إيه؟ نسوا الله فأنساهم أنفسهم. طيب علاجها إيه؟ رد هذه الخواطر في بدايتها. طيب الخواطر جت، كيف نردها بالذكر؟ طيب إزاي الخواطر ما تجيش أصلا بدوام الذكر؟ يبقى يعني في عندنا حاجتين الآن، كيف نردها؟ نردها دي يعني بعد أن أدت. طيب كيف نمنعها؟ الاثنين بالذكر. عشان كده بنقول إنه الذكر هو الإجابة عن كل الأسئلة اللي حضراتكم تسألوها. فإحنا قصرنا لكم الطريق، مش إحنا يعني، لكن المشايخ رضي الله عنه. طيب ومداوتها رد تلك الخواطر في الابتداء لئلا يستحكم عليه ذلك، وذلك بالذكر الدائم وملازمة الخوف بالعلم أن الله يعلم ما بسرك. الذكر الدائم يمنع الخواطر الردية من الاتيان إلى ماذا؟ إلى العقل، وبالتالي تكون أبعد عن الشهوات وأبعد عن المحرمات. الذكر معناه ماذا؟ معناه أنك تذكر ربك الله سبحانه وتعالى الذي بيده النفع والضر. فإذا أتى خاطر من الخواطر الردية، الذكر هيفكرك بماذا؟ بالله سبحانه وتعالى، وبأنه مطلع عليك سبحانه وتعالى، وبأنه يملك أن يعاقبك سبحانه وتعالى. وبالتالي الذكر هيولد في القلب معنى آخر، وهو معنى الخوف من الله سبحانه وتعالى عن أن يقع هذا الإنسان في المخالفة. وملازمة الخوف بالعلم أن الله يعلم ما بسرك. العلم هنا مش معناه مجرد المعرفة، لأن كل الناس عارف أن ربنا شايفه، لكن مين اللي عارف أن ربنا شايفه ومع ذلك يصدق عليه أنه عالم؟ اللي عارف أن ربنا شايفه ومع ذلك علمه برؤية الله له تمنعه عن ارتكاب المخالفات، هو ده فعلا العالم. لكن غيره هذا مجرد معلومة ليس لها صدى في واقعه ولا أثر في جوارحه. فهنا بالعلم أن الله يعلم ما بسرك كما يعلم ما في علانيتك، فيستحي أن يصلح للخلق موضع نظرهم. الذكر قلنا سيولد في القلب معنى الخوف من الله سبحانه وتعالى، ومعنى آخر مهم جدا هو معنى الحياء من الله تعالى. معنى الحياء من الله تعالى ده هيكون بعد شوية، يعني في البداية الشخص إذا ذكر
يبقى امتناعه عن المعصية من باب الخوف أو من باب الرجاء، يعني أنا خايف من العقوبة أو عايز الثواب. بعد شوية مع مداومة الذكر يبقى امتناعي عن المعصية حياء من الله، يعني الفكرة خرجت عن إني أخاف أن أعاقب أو أريد الثواب، ولكن لا يصح أن يعصى الله، عيب ما ينفعش، لا يليق بالله سبحانه وتعالى أن يعصى. مرحلة أعلى. إزاي بقى حضرتك ترتقي في المقام ده كده من مرحلة الذكر الذي يؤدي إلى الخوف إلى مرحلة الذكر الذي يؤدي إلى الحياة من الله تعالى بمداومة الذكر؟ عشان كده نقول إن الذكر هو اللي هيخليك ترتقي في المقامات، ما هي دي كلها مقامات. حضرتك من المفترض إنك قلبك يعيش هذه المقامات، مقام بعد مقام بعد مقام بعد مقام، ومقامات العبودية لله سبحانه وتعالى كبيرة جدا لا نهاية لها. عشان كده أهل الجنة درجات، درجات بإيه؟ بهذه المقامات. يتفاوت الناس في الجنة بهذه المقامات. فمداومة الإيه؟ مداومة الذكر، وذلك بالذكر الدائم. يبقى الذكر هو المفتاح، يعني كأن حضرتك كده خدت مفتاح دخلت باب، بعد ما دخلت لقيت باب تاني بنفس المفتاح، هتفتح الباب التاني. طب المفتاح ضاع منك، خلاص انت قعدت في المكان دوت واحتمال ترجع ورا تاني شويه. طب المفتاح معاك، هتقدر تفتح باب بعد باب بعد باب بعد باب. يبقى اذا الحل هو ماذا؟ المداومة على الذكر. فيستحي أن يصلح للخلق موضع نظرهم. إيه هو موضع نظر الخلق؟ الظاهر. وإحنا جايين هنا وإحنا خارجين وإحنا رايحين الشغل وإحنا رايحين الفرح وإحنا رايحين العزاء وإحنا رايحين نشتري وإحنا رايحين نبيع أي حاجة، بنعمل إيه؟ بنلبس كويس، بنختار لبس جميل مكوي، بنحط برفان، بنختار حاجة تايقة على بعض، وهكذا وهكذا. فأنا أصلح موضع نظر الخلق إلي، مش عايز الناس يبقى عليها شكل وحش. طيب المراد الآن أن نعامل الله كما نعامل الخلق يا أخي. طيب الله عز وجل عندما ينظر بينظر فين؟ في القلب. فكما تصلح للخلق موضع نظرهم، المطلوب هو أن تصلح لله عز وجل موضع نظره. إيه هو موضع نظر الله؟ القلب. هذا القلب إذا نظر إليه الله لا ينبغي أن يرى فيه خواطر رديء. خواطر رديء دي زي البقعة في الثوب بالظبط. حضرتك تقدر تيجي تلف هنا كده وثوبك مزيت، أو تقدر تروح شغلك وانت رايح مش مدوي؟ ما تقدرش، ليه؟ في شكلك وحش. فنفس الكلام، المراد ألا ينظر الله عز وجل في قلوبنا ويرى فيها بقع زيت أو خواطر رديئة لا تليق به سبحانه وتعالى. ولا يصلح ولا يصلح موضع نظر الحق. فقد قال عليه السلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. والكلام ده احنا قررناه أكثر من مرة، إن الأعمال الظاهرة التي أمرنا الله عز وجل بها كلها، صلاة صيام حج كل المراد به في الأساس إصلاح القلب. طب هل معنى كده اني ممكن ما اصليش ولا اصوم ولا احج ولا اعمل اي حاجه وتفرغ لاصلاح قلبي، واقول ان طالما انا قلبي ابيض وبحب الناس خلاص كده مش مهم اصلي ولا اصوم؟
انت مين قال لك اصلا ان الطريقه دي هي اللي هتصلح قلبك؟ انت لن تصلح قلبك الا بالطريقه التي دلك عليها ربك سبحانه وتعالى. انت ما تفكرش انك بالتامل مثلا او باليوجا او مش عارف الحاجات دي كلها قلبك ينصلح، لان ليست هذه هي الطرق الربانيه. وان كانت في الظاهر لما تيجي تحسبها يعني ان دي حركه ودي حركه، في الظاهر شبه بعض، لكن هذه مأزونه، هذه ممدوده، هذه مباركه، وهذه ما فيهاش المعاني، هذه دلنا عليها ربنا ودلنا علينا رسولنا، والباقي ما فيهوش الكلام ده. يبقى اذا لن تصلح قلبك الا بالطريقه التي دلك عليها ربك سبحانه وتعالى، فما تخترعش. يبقى اذا ما حدش يدعي انه هيقدر يبقى قلبه ابيض او كويس او بيعامل الناس، طبعا مساله قلوب، يبقى خلاص مش مهم بقى نعملها. لا، لن ينصلح قلبك اصلا بهذه الطريقه، ما تحلمش. يبقى اذا إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم. عدم النظر هنا مش معناه إن هذه الأعمال ولا هذه الصور مش مهمة بإطلاق، لا هي مهمة، لكن درجتها في الأهمية هي درجة المعاون، درجة المساعد، درجة الأداء، وليس درجة المقصد ولا الغاية. إن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بستر العورات، مش كده ولا إيه؟ ودي صورة. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن احنا في الصلاة في حاجة اسمها عورة تبطل الصلاة بظهورها للرجل والمرأة، فمعنى كده ايه؟ ان ده اهتمام بالصورة. ربنا سبحانه وتعالى أمر المرأة بالحجاب، وده ايه؟ وده صورة، مش كده؟ يبقى اذا الشرع يهتم بالصور، والله عز وجل أمرنا بأعمال، لكن لا ينبغي النظر إلى هذه الأعمال ولا إلى هذه الصور على أنها البداية والنهاية أو أنها هي المقصد والغاية، وإنما ينبغي النظر لها على أنها ماذا؟ أداة لغيرها، غيرها اللي هو إيه؟ اللي هو إصلاح القلب. فيبقى تركيزنا كله فين؟ في إصلاح القلب. وسمعت أبا بكر الرازي يقول سمعت إبراهيم الخواص يقول أول الذنب الخطرة، الخطرة اللي هي إيه؟ فكرة. أول الذنب الخطرة فإن تداركها صاحبها بالمجاهدة، المجاهدة يعني محاولة دفع هذا الخاطر الرديء لفكر الله تعالى، استغفار صلى على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. طيب ما عملش كده وإلا هاجم منشأ الشهوة، خواطر بعد خواطر بعد خواطر ستحرك الجوارح مع طلبه الهوى، فغطى العقل، فغطى العقل والبيان، يعني فغطى الهوى على العقل والبيان. العقل وظيفته في الإنسان إيه؟ وظيفته في الإنسان أن يعقل، أن يعقل يعني يربط، يمنع. كلمة عقل معناها كده في اللغة. العقل سمي عقلا لماذا؟ لأنه يعقل صاحبه عما لا ينبغي، يعني يمنع صاحبه عما لا ينبغي، عشان كده سموه عقل، إنسان عاقل، يعني عنده أداة معينة تمنعه عن فعل ما لا ينبغي. طيب فدي وظيفة العقل. اللي بيحصل إيه بقى؟ إذا استحكمت الخواطر الردية في النفس، هذا العقل بيضمر، بيضعف كأنه غير موجود، فكأنك عندك حبل يربطك عن المعصية، لكن حبل هش أول ما تشده تقطع على طول. فغطى العقل، فغطى الهوى يعني على العقل والبيان. وهكذا روي في بعض الأسفار أن الهوى والشهوة يغلبان العقل. الهوى والشهوة إذا قويان، ده المراد، الهوى والشهوة إذا قويا يغلبان العقل. فزي ما قلنا يبقى أنت في العقل مش متجننش، يعني الناس اللي بيعملوا معاصي ما نقدرش نقول إنه جن، لا هو فيه عقل لكن عقل إيه؟ ضعيف،
مش قادر يمنع أن الهوى والشهوة يغلبان العقل والعلم والبيان. لذلك وجود العقل وحده ووجود العلم وحده ووجود البيان وحده من حد يبين لك الحق من الباطل ليس كافيا وحده في اتباع الحق أو العمل بالحق. أمال إيه؟ تحتاج مع العقل، تحتاج مع العلم، تحتاج مع البيان إلى أمرين. الأمر الأول مخالفة الهوى والشهوة، الأمر الثاني المجاهدة، والاثنين وجهان لعملة واحدة. فالمعلومات التي نحصلها من مجالس العلم مش هي اللي هتجعلنا صالحين ولا هتجعلنا ربانيين وهي اللي ولا هي اللي هتدخلنا الجنة. العكس، ده القرآن ذكر من؟ عالم بني إسرائيل. عالم بني إسرائيل ده ماله؟ كان من أعلم الناس في بني إسرائيل، ثم وصفه الله عز وجل بقوله إيه؟ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه، مع علمه. فالعلم المجرد المعلومات، يعني حفظ المعلومات انك تبقى كمبيوتر تحفظ القرآن وصحيح البخاري وصحيح مسلم وتحضر الدورات والندوات والكذا وتكبر تكبر 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 عقلك، هذا ليس هو سبيل النجاة. النجاة مش بكده، النجاة بعلم لأجل العمل، علم يؤدي إلى عمل، فالعمل هو المقصود من العلم. واحد بيحب ابنه، نختم بهذا عشان ما نتأخرش، فوجد في ابنه نهم شديد لقراءة الكتب والتهامها ومحبة الثقافة وكذا، فقال له يا ابني هذه المكتبة كلها أنا اطلعت عليها وقرأتها طيلة حياتي وهي كلها تقول لك شيئا واحدا، كن إنسانا صالحا. كل هذه الكتب تقول لك الكلمة الواحدة، كن إنسانا صالحا. فإحنا بنقرأ كثير ليه؟ بنتعلم كثير ليه؟ علشان يظهر أثر هذا على جوارحنا بحيث يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. حد عن نفسه؟ تفضلي. هي الفطرة هي قابلية النفس لكل الحق، يعني النفس فيها القابلية لأن هي تحب الحق وتعمل بالحق، وإذا استمعت للحق تتأثر به أحيانا وتحب أن تعمل به وتحب أهل الحق. لكن لما تيجي تقول لها طب يلا نفذي، ممكن ترفض. طب اسمعي شوية كمان، ممكن ترفض. هو كأنه في كده النفس فيها ايه؟ فيها حاجة بتخليها تقدم رجل وحاجة تانية بتخلينا تؤخر أخر. تقدم رجل لما تحاول ترجع لطبيعتها الإلهية، ثم تؤخرها لما تعرف تكلفة الحق، سواء كانت نتيجة المعرفة أو تكلفة اتباع الحق أو الذي سيترتب على اتباع الحق من مكاره أو من ترك الدنيا أو من صعوبات أو كذا. خلصنا بفترة سليمة، يعني متقبلة للحق ولا بفترة أصلاً عندها يعني لا تأذى في الحق وبالعكس تجاهز علشان توصل للحق. الأصل في الإنسان الخير ولا الشر؟ دي مسألة فلسفية عويصة جدا بين أشهر الجماعة الفلاسفة، بيقولوا هل الأصل في الإنسان هو إن الإنسان خير ولا الأصل إن الإنسان جميل الشر؟ حل هذه المعضلة يتفهم لما نعرف إن الأصل في الإنسان هو الروح، وهذه الروح من أمر ربي، وهذه الروح أشهدها الله سبحانه وتعالى على نفسه فعرفته، ثم أراد الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أن يجعل هذه الروح داخل جسد،
هذا الجسد مليء بالشهوات، فبيحدث الصراع. هذا الصراع الروح بنفسه هي نفس الروح، هي السر الجاهدة نفسه، عندما يختلط بالجسد، عندما يعني تحكم فيه شهواته، هذه الروح نفسها تسمى نفس. عشان كده الناس كثير أو تسأل الفرق بين الروح والنفس والقلب والعقل، كلهم أسماء يسمى واحد، كلهم نفس الحاجة، لكن زاوية النظر هي المختلفة. إذا نظرت للأصل الذي منه خلق الإنسان، الذي به يرتقي الإنسان، الذي به يحب الله، سمي روح سر الله، إذا سمي روح. إذا الروح هي تختلط بالنفس وغلبتها شهواتها سميها نفس. إذا الروح دي بصفرها باعتبار إن هي اللي بتفهم وبتفكر وبتروح وبتيجي وبتوزن وبترتب المقدمات والنتائج والأسباب والمسببات، سميها عقل، وهكذا. فهو الإنسان فيه سر إلهي، هذا السر الإلهي يسمى أحيانا كذا وأحيانا كذا وأحيانا كذا بحسب زاوية النظر إليه. والله أعلم، هذا السر الإلهي فيه كل أب نسب، يعني فيه القابلية أن يكون عقل أكثر منه روح، أو نفس أكثر منه عقل، يعني كأنه هذا السر الإلهي مادة خام، مادة خام، بحيث يبقى قابل للتشكل وفق هذه الوظائف الأربعة أو الثلاثة. فإذا الإنسان زي بالظبط كده، حضرتك ما تعملي عصير كوكتيل أو تعملي شاي بلبن، لو كثرت اللبن قوي بحيث يبقى الشاي حاجة بسيطة خالص، هو في شاي بس اللبن أكتر، فهو ممكن الشاي ما يبقاش باين، لكن في شاي. طيب عملتي شاي بلبن زي الجماعة اللي في القهاوي كده، لما تطلبي شاي بلبن يعمل لك شاي وعليه نقطة لبن، حتة صغيرة قد كده عشان يوفر اللبن، فهو اسمه شاي بلبن، اسمه، بس هو ايه؟ شاي فيه ريحة لبن. فهو الروح موجودة، لكن لأن النفس غالبة، لأن الشهوات غالبة عليها واتباع الهوى غالب، فإيه؟ فنسبة السواد فيها غالبة، فكأنها ما صارتش روح ولكن صارت نفس، تغيرت طبيعتها نتيجة العوامل الداخلة عليها اللي هي إيه؟ هي اتباع الشهوات أو اتباع الهوى. فهذا السر الإلهي، خلاصة من هذا السر الإلهي الذي فينا قابل، والله أعلم، لأن يغلب عليه وصف أو وظيفة من وظائفه. فبعض الناس مثلا هنلاقيه الناحية العقلية عنده أغلب من الناحية الروحية، فتلاقيه يحب يقرأ مثلا في كتب الفلسفة والفكر وكذا. القرآن ما يتأثرش بالقرآن، ويعتبر ان القرآن ده كلام للعوام، ليه؟ لانه مش عميق بالنسبة له، لانه هو الكلام العميق بالنسبة له الذي يشبعه هو الكلام المعقد. لكن القرآن بيعمل ايه؟ بيوصل الناس للحقيقة من اقصر طريق، هو لانه فطرته صارت مش سوية، او العجينة بتاعته تشكلت غلط، فايه اللي صار؟ صار لا يستريح الا اذا تعب، يعني لازم تلفي وتدوري، تلفي وتدوري، تلفي وتدوري، وتجيبي له الكلام اللي محدش فاهمه كده، يقول انك عميقه وتقولي كلام مهم. فلذلك هتلاقيه يفرح قوي بكتب الفلسفه المعقده ويطرب لما يفهم منها حاجه. القران بالنسبه له لا، ده كلام العوام. وفي بعض الفلاسفه كان يقول هذا، ليه؟ لانه مساحه العقل عنده غطت على الروح وعلى بقية الوظائف. القرآن وظيفته انه يعمل ايه بقى؟ انه يضبط النسب دي، يضبط هذه النسب. كتير من الناس بيظنوا
إن إحنا لما نقول لهم يا جماعة تزكية النفس، معرفة الله، مع الذكر، يظن إن إحنا ندعو الناس لدروشة، أو إن إحنا إيه خلاص نغيب عقولنا ويبقى كده ناس إيه يعني ميفكروش كتير. بالعكس، الدكتور طه عبد الرحمن الفيلسوف المغربي المعروف من أهم المفكرين الحقيقة الموجودين دلوقتي، في كتاب اسمه تجديد الخطاب العربي فيما أذكر، بيقول فيه إن العمل التزكوي وتزكية النفس يعني عمل الصالحات بيمد العقل بأفق لا يتوفر إلا به. يعني الشخص اللي يزكي نفسه في أقل من غيره، الشخص اللي بيعمل الصالحات في أقل من غيره ويرى الأمور على حقيقتها أفضل من غيره، لكن ربما لا يتفكر، يعني ربما لا يقول الكلام العميق، فهو إيه؟ أو الكلام الذي يظن أنه عميق. فالقرآن وظيفته أنه يعمل إيه؟ أو الإسلام وظيفته أنه يعمل إيه؟ أنه يضبط هذه النسب عند البشر بحيث يبقى بشر أسوياء، لا نبقى عقل طلع لها بني آدم، دماغ طلع لها إنسان، ولا نبقى شهوات طلع لها إنسان برضو، ولا إن إحنا نبقى مجرد مشاعر ووجدان غالب قلب برضو طلع له إنسان. وظيفة الإسلام كده أنه يضبط هذه النسب في نفسك. يعني حضرتك هل تظني مثلا واحد زي مثلا الحارث بن أسد المحاسبي على سبيل المثال، الحارث بن أسد المحاسبي من كبار المتصوفين، وكان معاصر لإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد بن حنبل عنده منهج فكري معين، هذا المنهج طبقه في العقيدة، طبقه في الفقه، طبقه في التزكية، كان يعني رجل متسق مع نفسه. هذا المنهج هو التزام الظواهر وعدم الحيد عنها. فهو طبعا الحارث بن أسد كان عنده منهج مختلف، فلما أحمد سمع عن الحارث بن أسد المحاسبي إنه عالم جليل ومحاسب، فذهب يوم من الأيام يسمع الدرس بتاعه مع واحد من أصحابه، أصحاب بن أحمد، فبيقول لك قعد كل يوم يسمع وأعجب به وتأثر به، ثم قال لصاحبه هذا رجل صالح وهؤلاء قوم صالحون لكنني لا أرى لك صحبتهم. من صاحبهم ليه؟ لأن الحارث بن أسد كان يتحدث بمعاني زي كده في الكتاب اللي عندنا، كتاب علوم النفس. هو أبو عبد الرحمن السلمي دوت ولد بعد أن أحمد تقريبا 100 سنة، فهو هتلاقي الجماعة دول بيتكلموا في أمور مش مذكورة نصا في القرآن والسنة، يعني القرآن والسنة فيهاش علوم النفس واحد ولا واحد اثنين، مفيش كده. لو أحمد ما يعجبوش المنهج ده، ما يعجبوش الطريقة دي، هو عايز النص. فهو الحارث بن أسد كان يتحدث عن عجائب القلوب وما يجده المؤمن من أثر الطاعات وكيفية علاج القلب وكذا، ويعرض أصحابه بأمور مستنبطة لا شك من القرآن والسنة. الحارث بن أسد اللي دخلنا في الموضوع ده إيه؟ إن إحنا بنقول إنه كان من كبار المتصوفين. هذا الرجل ألف كتاب ضخم قد كده حوالي 600 صفحة، حققه واحد اسمه الدكتور حسين القوتاني اللبناني، هو في كتاب اسمه العقل وفهم القرآن، العقل وفهم القرآن. الحارث بن أسد المحاسبي معدود في علماء أهل السنة المتكلمين. يعني إيه؟ يعني رجل كان بينافع على العقيدة بعقله. فإذا علماءنا الكبار دولت
كانوا نعم عباد، كانوا زهاد، كانوا متصوفة، لكن ليس بمعنى تغييب العقل، ولكن تصوفهم ولكن أعمالهم الصالحة هذه، لكن عبادتهم لله هذه هي التي أكملت عقولهم، جعلتهم أعقل من غيرهم. هم ملوك العقل. لما تشوف عبادة واحد زي الرازي، عبادة أبو حامد الغزالي، الناس دول في علوم المعقول لا يبارون. يعني لو التماثيل حلال كنا عملنا التماثيل في كل شارع. أقول جبار، ومع ذلك كانوا أيضا في العبادة لا يبارون. بنقول إنه الناس بتظن إنه الحديث عن التزكية أو الحديث في عيوب النفس أو الحديث في أمور القلب ده معناها إن إحنا بقى هندروش ونسيب العقل. بالعكس، ده إحنا بنكمل عقولنا ونغذي عقولنا بغذاء جديد لن تتغذى إلا به. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.